مرحبا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من لم الشمل، معي لليوم انا واسيا. مرحبا مساء الخير يا رب. مساء الخير مشاهدينا. الى العناوين: انتشار العقارب والافاعي في مخيمات ادلب وتسجيل عده اصابات وحاله وفاه. سرقه اكثر من 40,000 قطعه اثريه من سوريا منذ عام 2011. وجامعة حلب الحرة تستأنف الدوام وسط إجراءات وقائية للحد من كورونا. شهد سعر صرف الليرة السورية ارتفاعاً نسبياً مقابل الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية في مختلف المحافظات السورية، ووصل سعر الدولار الواحد إلى حوالي 2550 ليرة سورية، في حين يتفاوت سعره بين عدة مناطق في شمال غرب سوريا. يتزامن ذلك مع إعلان رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى اتخاذ أولى خطوات مسيرة ضخ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال السوري، والتي ستتبعها خطوات أخرى تسهل استبدال الليرة التركية بالسورية في المنطقة، وفق ما جاء في تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة لموقع تلفزيون سوريا. في حلب حددت أسعار المحروقات في مختلف مناطق الريف الشمالي للمحافظة بالليرة التركية، وبلغ سعر لتر المازوت الأوروبي الوارد عن طريق المنظمات بثلاث ليرات وأربعين قرشا تركيا، أما البنزين فقد بلغ ثمنه ثلاث ليرات تركية وربع. أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية في سوريا، مؤكدة أن أكثر من 11 مليون سوري يعانون اليوم من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. نعم، وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأسعار زادت خلال العام الماضي في جميع أرجاء البلاد بأكثر من الضعف، مضيفا أن إدلب كانت من أكثر المحافظات تأثرا بذلك، حيث ارتفع سعر سلة الغذاء فيها بنسبة 30% خلال شهر واحد فقط. وصلت 58 شحنة مساعدات جديدة كانت قد أرسلتها منظمة الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا. ونقلت وكالة الأناضول أن شاحنات المساعدات الإنسانية دخلت إدلب عن طريق أحد معابر ولاية هاتاي التركية ليتم توزيعها على المستفيدين منها في المحافظة وريفها. يذكر أن حصيلة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى إدلب خلال الأشهر الخمسة الماضية تجاوزت 1480 شاحنة.
سجلت شبكة الإنذار المبكر التابعة لوزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة 1064 حالة إصابة سالبة بفيروس كورونا المستجد. نعم، يأتي ذلك في وقت افتتحت فيه الجمعية الطبية السورية سامز أول مشفى في مدينة إدلب لعزل وعلاج مصابي كورونا، فضلا عن إجراء الكشوفات عن الحالات المشتبه بإصابتها. مع ارتفاع درجات الحرارة ووصول فصل الصيف، انتشرت العقارب والأفاعي بشكل كبير في مخيمات ريف إدلب، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات بين الأهالي وحالة وفاة في أحد مخيمات بلدة دير حسان وسط عجز عن إيجاد الحلول. نحن هون مخيم بليون من جبل الزاوية، نازحين من جبل الزاوية بالشهر الثاني 2020، نزحنا بالشتاء وكانت درجات الحرارة يعني منخفضة، فما لاحظنا شيء. مع ارتفاع درجات الحرارة صار يظهر في المخيم أفاعي وعقارب، وصرنا يعني نقتل الأفاعي ونمسك الأفاعي ونقتل العقارب والأفاعي حرصا على سلامة أطفالنا وأبنائنا. كنت بغسل غسيل وتجيني هالعقرب فاتت على جسمي ولها تلسعني برجلي، عد ما بديت ايدي ولها تلسعني بايدي، قمت جتني مراجعه وقامت وجتني سخونه بارده وحاره. الدين هذول بنات ابني شقه التوم، وحده اسمها نور وحده حور، ولعبناها ومزحنا معها للساعه بجي حوالي واحدة ونص سنتين وناموا. الصبح نتفاجئ امه عم تصوت، امها عم تصوت، زتينا حالنا جينا لك شبه قال ميتي، شلناها والله واخذناها على صيدلية. طبعا هون مشافي ما في، بدير حسان ما في مشافي، اخذناها على صيدلية قال يا اخي هاي قرصة البنت ميتة. ايه وهذا هيك الله له إرادة، الله بعته والله اخذها. من المعروف في بداية فصول الصيف تحدث العديد من اضغاث العقارب والافاعي نتيجة وجود الأطفال في بيئة غير مؤهلة للسكن ومخيمات عشوائية. الاستعدادات في المشافي والمراكز الطبية تكون على قدر عالي لاستيعاب هذه الإصابات. نواجه بعض المشاكل التي تتعلق بموضوع تخزين المصول ووصولها من تركيا إلى الداخل وصعوبة تأمينها، مع ضعف الإمكانيات في العنايات المشددة لاستقبال الحالات الشديدة التي تتطلب عناية مشددة للأطفال المعرضين لإضغاث العقارب أو الأفاعي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف طبيب الأطفال في مخيم كلي بريف إدلب إياد الخطيب. مرحبا بك دكتور. مرحبا ناسي. بداية لو نعرف منك يعني حجم الإصابات بإضغاث العقارب والأفاعي بمخيمات الشمال السوري، هل هناك إصابات أخرى بليغة غير المذكورة في التقرير؟ في الحقيقة في الفترة الماضية التي ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى درجات عالية جدا، شاهدنا العديد من الإصابات بلضغات العقارب والأفاعي. لم تسجل فقط عند الأطفال إما عند البالغين، ولكن عادة تكون الإصابات عند الأطفال بوتيرة أعلى وشدة أعلى نتيجة ضعف الجهاز المناعي لدى الطفل وسيطرة السم بشكل كبير على الأطفال. طيب يعني دكتور، هل في حالات وفاة غير الطفلة حور؟ يعني شو مشان الحالات يعني الإسعافات الأولية هل متوفرة؟ بالحقيقة بالنسبة لموضوع الوفاة لم تسجل أي حالة غير الطفلة حور. الإسعافات متوفرة، ولكن الجميع يعلم أن الواقع الطبي في الداخل المحرر يعاني أزمات شديدة تتعلق بتوافر المصول، تتعلق بموضوع وجود العنايات المشددة وقرب الطفل من المشافي. في حال الوفاة يعني في حال ما توفر المصل ويعني شخص انصاب بهالموضوع او تم يعني انه اصابته لدغة عقرب او غير ذلك، شو بتعملوا؟ في الحقيقة يوجد بعض الإجراءات الإسعافية تتعلق بإعطاء الهيدروكورتيزون ومثبطات المناعة والأدوية التي توقف الفعالية التحسسية للإضغاث العقارب، ولكن أكثر من موضوع هذه الإجراءات الإسعافية لا يمكن تقديم صراحة بظل وجود أزمة في موضوع توافر المصل أو الترياق المناسب للدغة
في حال حدوثها خلال الساعات الأولى من حدوث هذه الإصابة. طيب قديش من الوقت ممكن يتحمل الإنسان البالغ هي العضلة بين ما قدر يوصل أو يسعف أو يكتشف أصلاً أنه يكتشفوا أهله أنه هو انعض أو لدغ؟ بالحقيقة التعامل مع الإصابات بالنسبة للبالغ يكون أسهل في التعامل مع الأطفال. البالغ ممكن أن يشعر أو يبدي بعض الاهتمام لموضوع اللدغة أو ينتبه إلى وجود عقرب أو وجود أفعى، بس بالنسبة للأطفال لا تستطيع تحديد ما هي السبب الذي جاء به الطفل إليك في هذه الحالة. طب قد إيه قدرة التحمل الوسطية إذن للأطفال؟ يعني قديش ممكن يتحمل الطفل انه ما يوصل لمرحله مثل حور او غيره انه يموت، بحس انه الاهل يقدروا يكتشفوا هاي الحاله؟ بالحقيقه حسب شده اللدغه ونوع العقرب او الافعى التي لدغت الطفل، في بعض الحالات لا تتحمل اكثر من ثلاث او ساعتين. الطفل دخل في حاله من الصدمه، في حاله من الاحتياج لعنايه مشدده وجهاز تنفس اصطناعي، اختلاجات شديده وتغيم وعي، ويعني اصابه عصبيه شديده، لا يعني بده لا تتجاوز الساعتين او ثلاث ساعات. طيب في حال ما تحسن الوضع الطبي وما توفرت هالمصول، ما في طريقه للوقايه من العقارب؟ يعني في كثير مناطق حراجيه اوقات بيستخدموا مواد معينه بتخلي العقارب او الزواحف او هذا النوع من الزواحف السامه يبعد. بالحقيقة هذه الإجراءات الوقائية تقوم بها المنظمات والمجالس المحلية في المنطقة، ولكن لا تستطيع ضبط هذا الأمر بسبب وجود العدد الكبير من الخيمات العشوائية التي لا تلبي احتياجات المعيشة، والتي تكون بها مشاكل موضوع تصريف القمامة وموضوع الصرف الصحي غير الجيد وموضوع الاكتظاظ السكاني الشديد وعدم وجود شروط رعاية صحية في هذه المخيمات. طب كيف الأهل ممكن يقوا أطفالهم من فعلا وجود هاي العقارب حواليهم؟ هل في طرق معينة عم يتبع الأهل ولو بطريقة بدائية مبدئيا لبين ما تدخلت بعض المنظمات؟ أو مثلا إذا نحكي أيضا عن الإسعافات الأولية اللي لازم يعرفها الوالد أو الوالدة في حال فعلا اكتشفوا أنه طفلهم من لدغ لبين ما وصل على المركز الصحي أو لدكتور؟ الحقيقة نحن نوجه العديد من التنبيهات أو المعلومات للأهالي تتعلق بموضوع الإصابات بضغط العقارب والأفاعي. في البداية نوجه الأهالي لموضوع إذا شعرت أن الطفل هائج بشدة يبكي بشدة عليك تعريته من كامل ملابسه وفحص جسد الطفل من رأسه حتى الأخمص القدمين، مشاهدة لدغات أو قرصة أو موضوع احمرار في الجلد أو انتفاخ أو تورم. هذا اولا. الامر الاخر موضوع الاسراع لاي مركز صحي قريب او اي مستشفى قريب لتقديم بعض الاسعافات الاوليه. في الحقيقه لا نستطيع ان نجبر الاهل على موضوع اسعافات اوليه قد لا يستطيع الاب او الام تنفيذها للطفل بشكل صحيح. شكرا لك طبيب الاطفال في مستشفى بلده كله في ريف ادلب اياد الخطيب على هذه المداخله. إلى موضوعنا الآخر، طرحت منظمة إمداد للإغاثة بالتعاون مع مكتب شؤون المنظمات في المجلس المحلي لمدينة عفرين مناقصة لإعادة ترميم 115 وحدة سكنية في المدينة. وأكد المجلس أن تنفيذ المشروع سيستمر لمدة شهرين، حيث يمكن الحصول على مستندات المناقصة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل مجاني من قبل جميع المهتمين من مكاتب منظمة إمداد للإغاثة. وبحسب المجلس سيتم تسلم جميع العروض قبل تاريخ 20 حزيران الجاري. يعاني عشرات آلاف اللاجئين السوريين المقيمين في مصر من تدهور في واقع حالهم على خلفية تدابير مواجهة فيروس كورونا التي اتخذتها حكومة البلاد مؤخرا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أينما حل السوريون حلت معهم معاناتهم الإنسانية والاقتصادية. لتزيد الظروف الراهنة على خلفية جائحة كورونا من أعبائهم، لا سيما التدابير المتخذة للوقاية منه، وعلى رأسها الحجر المنزلي الإنزامي. آثار كثيرة خلفها الحجر المنزلي تبدأ من فقدان عشرات اللاجئين السوريين لفرص عملهم في مختلف القطاعات، وخصيصا مصر التي اضطر القاطنون فيها من السوريين إلى بيع مقتنياتهم الشخصية لسداد ديونهم من إيجارات ودفعات شهرية تراكمت عليهم بعد طردهم من أعمالهم. ما حصل مع السوريين في مصر
رصده تحقيق لوحدة الاستقصاء السورية سراج الذي وثق 4 حالات من هذا النوع، وكان سببه الرئيس قرارات الحكومة المصرية بتقليص عدد العمالة في قطاعات البلاد العامة والخاصة للحد من انتشار الفيروس التاجي. التحقيق أكد أيضاً أن هذه الأزمة تأتي وسط انعدام أي دور لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، إضافة إلى المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الوقائية لأكثر من 250 ألف لاجئ سوري مقيم هناك. فهل تشهد أحوال السوريين في مصر مزيداً من التدهور في الأيام المقبلة مع استمرار تفشي كورونا هناك؟ لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر تيسير النجار. أهلاً وسهلاً بك أستاذ تيسير. بداية يعني السؤال الذي انتهى به التقرير، هل من المتوقع أن تسوء أحوال السوريين في مصر يعني بعد أن تدهورت أساساً في الأيام القليلة الماضية مع تفشي الفيروس والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية؟ التدهور يعني حاصل مثل يعني لانه السوريين مثلهم مثل المصريين، ما بيفرق. يعني اللي كانوا عم يشتغلوا توقف عملهم، مو بس هم والمصريين مع بعض. فالاجراءات على الجميع، يعني أكيد. المحلات تقفل الساعه 5 يعني بعد العصر، ولكن بتبقى الحركه مستمره لحد الساعه 8. هذا الاجراءات اللي هو من الصبح للساعه 5. ففي مجال، في ناس تشتغل دوام كامل، في ناس تشتغل نصف دوام. والمطاعم والكذا هي اغلبها توقف، صار فقط يبيع يعني دليفري. نعم، ما عادوا يشتغلوا يعني مثل الاول انه يفتحوا المطاعم، لانه اكثر السوريين بيشتغلوا كانوا بالمطاعم وهذا نشاطهم، فلذلك توقف. هلا مثلهم مثل المصريين، الشيء طبيعي انه المشكله عندهم جزئية، بحيث أنه المشكلة بأجار البيوت. أجار البيوت تحتاج مال، بينما الأكل سهل، ما هو صعب كثير بالنسبة لأجار البيوت بالمقارنة يعني. فلذلك المعاناة هي لا تزال مستمرة، ويمكن كمان تستمر أكثر شهر واثنين لحتى تنتهي الجائحة. طيب، وما الدور هنا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بالنسبة لوضع السوريين الموجودين؟ يعني مثل ما ذكرت الوضع هو على الجميع، ولكن السوري عنده زيادة أعباء مثل الأجارات وغيرها. للأسف دور المنظمة سيء جدا، وما عم تقوم بالدور اللازم تقوم فيه. وهناك فساد يعني ضمن منظمه الامم المتحده، وهذا واضح ومو اول مره بقوله. يعني هم اي احد بيوصل للمفوضيه من اجل انه يشتكي بيقولوا له ما بيخلوه يدخل، في حاطين حراس وكذا، وبيقولوا له اتصل بالتليفون خذ موعد، ولو اتصل بالتليفون ساعات ما بيرد، ما حدا بيرد عليه. يعني المفوضيه غير هيك، انه المفوضيه تعطي جزء من السوريين المحتاجين وليس كل المحتاجين. وحتى الجزء بتعطيهم بما يعادل 20 دولار بالشهر. هذا المحظوظ، اللي مو محظوظ ما بياخذ شيء. طيب سيد تيسير، يعني كيف عم بيقدروا السوريين يعملوا حلول بديله ويتدبروا امورهم في ظل كل هالتحديات؟ هلا في جمعيات، يعني مساله الاكل هي عم قلت لك انه سهله نسبيا، لانه الجمعيات عم تشد الفجوه ما بين تقصير المفوضيه وما بين الموجودات اللي عند الاخوه السوريين. يعني مبادرات فرديه، او هن عم بيخترعوا اساليب وطرق ليعتاشوا منها؟ لا والله محسنين، لانه في محسنين يعني حاسين بالوضع بشكل عام وبيوزعوا سلال غذائيه. طب وهذا شيء طيب. طب يعني ماذا عن الهيئه العامه السوريه للاجئين اللي حضرتكم فيها؟ نحن مثلهم كمان، يعني بنسهل وصول المتبرعين للاخوه المحتاجين، ونعطيهم كل الداتا اللي موجوده. اللي في ناس بيطلبون انه يعطي الارامل فقط، وفي ناس بيحب يعطي الارامل والمساكين. اذا انتم صله وصل يعني بين المحتاج والمحسن. طيب استاذ، بدنا نحكي شوي عن موضوع تسجيل اصابات حاله في فيروس كورونا بالنسبه للسوريين. هل كان في هناك اي اصابات للسوريين، وكيف عم يتم التعامل معهم بالقطاع الطبي؟ يعني هنا لما بيروحوا هل في تكاليف معينه بدهم يدفعوها بالمشافي؟ لا
لا مثلهم مثل المصريين، المشاكل اللي حددت من الحكومة عم تستقبل الجميع، لكن ما في من السوريين حدا توفى إلا واحد فقط، دكتور بمرسى مطروح، وهو أصيب لأنه دكتور كان بحالة اختلاط مع المرضى، فتوفي الله يرحمه، كانت البلد كلها بتعرفه أنه رجل من الناس اللي يعني خدومين وبيخدم كل الناس. الشخص الوحيد اللي عرفنا أنه هو توفى بهذه الجائحة من مرض كورونا هو هذا الدكتور، لكن الحمد لله يعني الأغلبية الساحقة من السوريين ملتزمين بالبيوت، ملتزمين بالإجراءات الصحية. نتمنى لهم أكيد السلامة والتوفيق. شكرا كثير لك رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر تيسير النجار، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وسط انتقادات واسعة من قبل المنظمات الإنسانية، مددت السلطات اليونانية إجراءات الحجر الصحي المفروضة على مخيمات ومراكز إيواء المهاجرين وطالب اللجوء حتى تاريخ 21 من حزيران الجاري. قرار اليونان هذا جاء رغم استئناف حكومة البلاد النشاطات السياحية والتجارية بشكل تدريجي، تماشيا مع تخفيف إجراءات الإغلاق للوقاية من فيروس كورونا. يشار إلى أن أكثر من 30,000 طالب لجوء يقيمون حاليا في خمسة مخيمات تقع على جزر اليونانية، والتي لا تتعدى قدرة استيعابها لما يزيد عن 5,400 شخص في وقت يقيم فيه نحو 70,000 مهاجر. أعمال النهب والسرقة للآثار السورية التي امتدت على مدار 9 سنوات الماضية، سنتناول هذا الملف بعد الفاصل.